حرصت الأمانة العامة لمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس على تقديم أعلى مستويات الدعم والمساندة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس وبما يسهم في أداء دورهم الوطني والتشريعي، حيث ساندت الأمانة العامة للمجلس الأعضاء في عقد نحو 224 جلسة واجتماعا ومشاركة على المستويين المحلي والخارجي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. بعد التحية سعادة المستشار، ما هي الجهود التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الشورى لدعم أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر لكم على إتاحة الفرصة لنا لإبراز عمل وأنشطة الأمانة العامة، ونقدر لكم إتاحة الفرصة للحديث عن المساعي والجهود التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الشورى لضمان استمرار عمل أصحاب السعادة الأعضاء خصوصا في ظل جائحة كورونا وما تطلبه هذه المرحلة من الالتزامات بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة. وفي الحقيقة استطاعت الكوادر العاملة في الأمانة العامة للمجلس أن تساند الأعضاء في عقد أكثر من 143 اجتماع للجان المجلس المختلفة وأكثر من 51 مشاركة في مؤتمرات وندوات خارجية عقدت عن بعد. وخلال الفترة الماضية ضاعفنا استثمار الأدوات التقنية والبرمجيات الحديثة ودشنا تطبيق إلكتروني للتصويت على الموضوعات التي تعرض على المجلس، وهذا كان دور كبير في تسهيل عمل أصحاب السعادة الأعضاء. نعم. وأيضا خلال دور الإعقاد الثالث حرصنا على توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريب من أجل تنفيذ تعزيز كفاءة ومهارات منتسبي الأمانة العامة بشكل الذي يساهم في تطوير إجراءات وآليات دعم أعضاء المجلس. وأود الإشارة أيضا إلى إطلاق مسابقة باسم ابدع بفكرة، وهي واحدة من المبادرات التي تفتح المجال للموظفين المسابقة بأفكار للارتقاء بجودة وكفاءة العمل في المجلس، وهذا ما انعكس بصورة مباشرة على مجالات مساندة أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وإن شاء الله في خلال الفترة المقبلة بإذن الله سوف نقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تساهم في زيادة التوعية والتثقيف بالدور المهم الذي تقوم به السلطة التشريعية في سن التشريعات والقوانين والعمل الوطني الذي يطلع به أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. نعم، بإذن الله تعالى سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.